هلا إذا بتذكر لما بدينا نحكي كنا نحكي عن فيرو ماجنتيك ماتيريالز. قبل ما يكون عندي بيرمنت ماجنت دي سي موتورز، ايش الاكسس اللي هون؟ ماجنتيك فيلد سترينث امبيرز بير متر، وعندي هون الماجنتيك فلكس دنسيتي ان تسلا او ويبرز بير سكوير متر. ولما بدينا نطلع على ال هون صار عندي ساتوريشن مضبوط، هذا طبعا السهم بهذا الاتجاه. لما بدينا ننزل ايش لقينا عند النقطة هاي؟ ايش سميناها؟ ريتنتيفيتي او ريزيدوال فلكس، وراح نرمز لها بالرمز في وحدتها تسلا، لانها هي جاية على نفس الاكسس الموجود هون، ورمزناها بالرمز سب ار لانها ريتنتيفيتي او ريزيدوال اللي ضايل في هاي المشي. هلا عادة بنفضل بالمواد الفيروماجنتيك لما بستعمل محرك مش بيرمننت ماجنت دي سي موتور، بفضل هاي تكون اصغر ما يمكن عشان حجم اللوب هون يصغر، واذا مساحة اللوب هاي صغرت ايش بخف عندي؟ الهستريسيس. هلا حتى الغي هاي الريتنتيفيتي بعكس اتجاه الفلكس هون لحد ما اوصل عند النقطة هاي، وهي سميناها اتش سي، ووحدتها نفس وحدة ماجنتيك فيلد سترينث وسميناها كويرسيف. وهاي هون ريتنتيفيتي وحدتها تسلا وهاي كويرسيفيتي. وطبعا اذا كملنا على اللوب كامل وصار عندي هون ساتوريشن، والاريا تبعت هاي اللوب هي الاوسس. لكن هلا هون بفضل اذا هاي عندي فيرو ماجنتيك ماتيريال بفضل انه تكون بي ار و اتش سي as small as possible to reduce hysteresis losses. لكن لما نجيب permanent magnet materials راح نطلع على بعض ال permanent magnet materials اللي منهم ال rare earth metals او مواد مناسبه انها تكون permanent magnet، اللي منها ال rare earth metals اللي هم 17 او 19 عنصر، هاي بي يعني من هون، راح نلاحظ انه هذول المواد بتميزوا انه لهم بي ار كبيره واتش سي. هلا احنا لما نشغل هاي لو هاي بدها تشتغل كدي سي ماشين وين لازم اكون بشتغل؟ هون؟ لا اطلع هيك عشان يصير عندي هذا الفلكس، فراح احط تيار والتيار راح يعمل ماجنتو موتيف فورس، والماجنتو موتيف فورس راح يسبب اتش، واتش راح تعطيني بي حسب الكيرف اللي موجود. لكن اذا جيت اشغل بيرمننت ماجنت وين راح اكون شغال؟ ما في شيء كرنت من هون، انا ما راح اضيف شيء اضافي، وين النقطه اللي بشتغل عليها الاوبريشن بوينت؟ فهي بدي اياها تكون اكبر ما يمكن، بدي بي ار تكون اكبر ما يمكن. كمان انا ما بدي فلكس يجي من الارمتشر اللي هو الارمتشر رياكشن ويضعف هذا، يضعفه، فبدي هاي تكون كمان as large as possible. فالماتيريالز مثلا في احد الرسمات هون ماتيريالز مثلا هذا ماده اسمها نيوديميوم، هاي احد هذول العناصر. هاي الماده هون مش محطوط هون، لا والله محطوط ارقام، خليني احط لكم بعض الارقام من هون. مثلا الريتنتيفيتي بي ار في هاي الماده 1.25 تسلا، ولما ننزل هون المطلوب الماجنتيك فيلد سترينث اللي مطلوب حتى يرجع هذا الريزيدوال فلكس حتى يرجعه لزيرو، مطلوب اني احط حوالي 920 ناقص 920 كيلو امبيرز بير متر. في حين لو قارنا بمادة فيروماجنتيك زي في مادة اسمها النيكو 5، ايش تتوقع النيكو ايش هي هاي؟ هل هذا عنصر؟ هل في عنصر اسمه النيكو؟ النيكو 5؟ ال المنيوم نيكل وكوبرت،
زين هاي المادة اللي هون سبيكة فايف، ما بعرف الفايف يمكن تكون أحد الفيرجنز. فهذه هون هذا الرقم اللي هون ما بزيدش عن حوالي 60 كيلو أمبير. قارن هذا الرقم بهذا الرقم. فلذلك إذا بدي أستعمل دي سي ماشين، الدي سي ماشين بدي يكون البي آر هون أعلى ما يمكن و إتش سي أعلى ما يمكن، أوكي؟ في حين الفيروماجنتيك ماتيريال بتختلف من هون. بدي إذا عندي فيروماجنتيك ماتيريال وأنا بدي أحط الكرنت حتى يحقق عندي الماجنتيك فيل سترينث، والماجنتيك فيل سترينث يعطيني فلوكس، بدي هاي اللوب تكون أصغر ما يمكن، لأنه أنا ما راح أشتغل عند النقطة هاي. أنا راح أشتغل النقطة هون، هل بدي أدخل بالساتوريشن؟ بدي أحاول ما أدخلش بالساتوريشن، أكون قبل الساتوريشن بشوي. إذا بدي أخفف من الساتوريشن بدي أضطر إني أكبر الكور، وإذا كبرت الكور هذا طبعاً راح ياخذ مساحة أكبر واللوسز أكبر. ماشي، هاي واضحة فكرة الدي سي موتورز. احنا وقفنا هون ولا شو؟